المؤمن بالنسبة له كل ما يحصل خير، إن أمر المؤمن كله له خير. في المرض يقول خير إن شاء الله، في الصحة خير إن شاء الله، بالفقر لعله خير، بالغنى لعله خير، بالنعيم لعله خير، بالبلاء لعله خير، في كل شيء. إيه في كل شيء، شنو المشكلة؟ إن أمر المؤمن كله له خير، حتى لو أصيب بشوكة، لو سقط بحفرة، لو انكسر له ذراع، لو سقط بأي مكان، لو حصل له ما حصل، هو متفائل دائما يقول لعله خير. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انظروا ماذا قدر الله له، عذب في مكة حتى أجبر أن يخرج منها إلى المدينة، وكان خيرا له، أسس دولة انطلق منها الإسلام، ما كان يود الخروج، لكن الله عز وجل أذن له وأوذي في مكة، عذب، كسرت رباعيته، لكن انظروا ما الخير الذي حصل بعده. بعدها بدأت الفتوح، جاءه الأحزاب، تجمعوا عليه في المدينة، لكن بعدها انكسروا وانطلق الإسلام مرة أخرى. كل شيء يحصل قل لعله خير. داود عليه السلام جاءته امرأة يوم من الأيام تبكي منزعجة، وكان يحكم بين الناس، قالت يا داود يا نبي الله ما لك يا امرأة؟ قالت أربك ظالم أو عادل؟ أعوذ بالله، ماذا تقولين امرأة؟ قالت ربك ظالم أم عادل؟ بالتأكيد عادل، ربنا جل وعلا. قالت انظر ما الذي حصل لي، لي بنيات صغار أغزل لهن وأبيع فأطعمهن، غزلت غزلا، يعني تنسج نسيج لين يخلص تروح تبيعه وتشتري أكل حق عيالها، تقول غزلت وأنا أمشي في السوق لأبيعه، لففت غزلي في خرقة حمراء، تقول وأنا في السوق أريد بيع هذا الغزل، إذ جاء طائر، جاء طير من فوقي، طائر كبير، تقول فنزل إلي فأخذ الغزل وطار راح، تقول أردت أن أقبض عليه راح، طار الطير، كل تعبها راح، عيالها ماذا سيأكلون؟ بكت المرأة، جزعت، ذهبت إلى داود، إيش الذي حصل لي وأنا؟ فقال لها داود اتق الله واصبري، اصبري يا أمة الله، وهو يصبرها. إذ دخل رجال عشرة، دخلوا على داود من التجار، تجار المدينة، كل واحد يتصدق بمئة دينار. قال لما هذا؟ قالوا كنا في سفينة فخرقت السفينة، صار فيها فتحة وكادت أن تغرق، فجاء طائر فوقنا فرمى خرقة حمراء فيها غزل، فيها قماش، يقول فأخذناه ووضعناه في الخرق وأصلحنا السفينة ونجانا الله عز وجل. قلنا لئن نجانا الله ليتصدقن كل منا بمئة دينار. أخذ داود عليه السلام الألف دينار، كل واحد أمية، وأعطاه للمرأة وقال لها رب يرزقك في البر والبحر وتصفينه بهذا، اذهبي وارجعي بهذا المال، مهما حصل قل لعله خير. خسارة فلوس، مرض، جرح، أي مصيبة نزلت انتظر وأحسن الظن بالله عز وجل وقل لعله خير.